تحول هدوء فضاء قصبة توريرس التاريخية بورزازات مساء أمس الجمعة إلى ساحة للفرجة والاستمتاع بأهم تراث تاريخي بالمنطقة، ألا وهو فن أحواش. وتميزت بداية هذه التظاهرة بالكرنفال الذي انطلق من ساحة الموحدين في اتجاه ساحة قصبة توريرت، والذي تم من خلاله استعراض مختلف الفرق المشاركة في هذا المهرجان. بالنسبه للكرنفال كما لاحظتوا، هو كان واحد مجموعه ديال الفرق اللي دازوا في هذا الكرنفال، وهذوك الفرق كل فرقه اخترنا واحد اللوحه من عندهم. كما كتلاحظوا ان هاد الفرق هادو عندهم بعض اللوحات اللي شويه قراب من لو تياتر، دونك فيهم واحد النوع من الفرجه، وكاين ان تيم ولكن ان ميساج اللي كيوصلوا هاد الفرق هادو. دونك اختارينا كل لوحه، كل فرقه اختارينا لوحه وحده وقدموها فوالا في الافتتاح، ومازال ان شاء الله غادي نشوفوهم سور سين. وجاوا واحد لا تروب ديال لي ماريونيت جيونت كما شفتوا ديال القناوه، هذوك هما فرقه من مراكش اللي حتى هي كانت ضيف عندنا في افتتاح ديال هاد المهرجان هذا، لهاد الدوره هذه ديال 2013. وقد استهلت هذه السهرة بحفل حضره على الخصوص الكاتب العام لوزارة الثقافة السيد محمد لطفي المريني، وعامل إقليم ورزازات السيد صالح بن يطو، تم من خلاله تكريم رمزين بارزين في فن أحواش بهذا الإقليم. ويتعلق الأمر بالفنانة عائشة فنيد من الجماعة القروية غسات، والفنان صالح زكي من منطقة تلاوات. أنا دخلت في هذه المهنة من 56، من رجوع ديال محمد الخامس الله يوليه برحمة الله ويخلينا محمد السادس ورحمة حسن الثاني، راه حسن الثاني الله يرحمه راه حتى هو حوشت معاه في مراكش وفي الرباط وهنا في ورزازات، واليوم راه تنحس بشي فرحة كبيرة 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 بزاف. نشكركم بزاف بزاف. وزارة الثقافة اللي كرمونا وعيطوا علينا، كرمونا بزاف، الله يكرمهم من عنده. تجدر الإشارة إلى أنه لإنجاح هذا المهرجان أقيمت عدد من المنصات بساحات قصبة توريرت والموحدين و3 مارس. ستتعاقب عليها 22 مجموعة فولكلورية متخصصة في فن أحواش، تضم أزيد من 400 فنان وفنانة منتمين لمختلف مناطق أحواش بالمغرب.